داخل المجتمع الأمريكي، من يرون أن الأمور ليست مواتية لصعود سيدة إلى سدة البيت الأبيض. هل صوت العرب لبايدن أم لترامب؟ بعض التصويت العقابي لا يكون قائما على دراسة متأنية لبرامج ولتركيبة الشخصية للمرشح الجمهوري. ترامب طبعا جلس مع مجموعات إسلامية، جلس مع بعضهم. نحن لا نعرف أفريقيا، نحن لا نعرف العالم العربي، نحن لا نعرف آسيا النهضة. في حالة من العماء نتيجة غياب مراكز البحث العلمي المتخصص. وجود الدولة المركزية خلق أشكال من التوحد الداخلي. جمال عبد الناصر كان يعلم حتى الذين قبض عليهم وأودعهم المعتقلات، كان يعرف قدرهم. عدل المعتقل لا تستطيع أن تحكم وأنت لا تعرف مصادر القوة العقلية والخبراتية لديك. هل يتطور الأمر إلى حرب؟ كل الأمور بها احتمالات. ترامب مع تصفية المقاومة الفلسطينية، دفع أموال في مقابل تسليح، في مقابل الحماية الأمريكية لدول الخليج النفطية كلها في مواجهة إيران. بعض الحكام العرب في هذه الدول خرج على نسق نظام الخلافة السياسية داخل هذه البلدان. حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي لا مفر. جرحاك أو قتلاك فيك ذخيرة، فاضرب بها عدوك، اضرب عدوك لا مفر. اليوم مع لقاء مع مؤلف أحد أهم الكتب التي صدرت عن هذه الحرب الدائرة، عن حرب الطوفان، مع أستاذنا مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أستاذ نبيل عبد الفتاح. أهلا بك. أهلا وسهلا. لنأخذ ضربة أولى، لماذا فاز ترامب؟ فاز ترامب لأسباب عديدة. أولا ثمة اتجاه شائع في المنطقة العربية لدى بعضهم متصورا أن السياسة الخارجية هي التي تشغل بال واهتمامات الناخب الأمريكي، لكن دراسة غالبية المعارك الانتخابية الرئاسية كلها تدور حول القضايا الداخلية التي تهم المواطن الأمريكي، سواء على الصعد الاقتصادية أو الاجتماعية أو العرقية، وبالتالي اتجاهات التصويت أساسا تتحكم فيها مثل هذه الاعتبارات، بل وتؤثر فيها أيضا وأيضا هيمنة يعني أجهزة الإعلام المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية والصحف الكبرى، الصحف والسياسة الداخلية نعم. لكن في ذات الوقت ما يهم المواطن كما قلت وفقا للدراسات المتعددة للمعارك الانتخابية أن الجماعة الناخبة غالبا ما تميل إلى هذا الحزب أو ذاك في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات غرفتي البرلمان النواب والشيوخ بناء على اعتبارات تتصل بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التضخم، مشاكل تتعلق بالبطالة بالنسبة للفئات الوسطى الطبقات الوسطى أو الوسطى الصغيرة أو أيضا الفئات المعسورة اقتصاديا من المواطنين الأمريكيين. أيضا وأيضا هناك اعتبارات جديدة، منها على سبيل المثال رهاب الخوف من الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة الأمريكية. هل كان سيسمح بها الحزب هاريس وبايدن؟ الحزب الديمقراطي لا. ترامب أخذ موقفا يحفز هذه المخاوف على المواطنين الأمريكيين. كيف؟ من خلال أولا القول بأنهم يرتكبون الجرائم،
يمارسون أشكال متعددة من العنف، طبعا اللي بيشكل انتهاك لقوانين العقاب، القوانين العقابية في الولايات المتحدة الأمريكية. الفوضى، محاولة تغيير نمط الحياة الأمريكي، لأنه الهجرة غير الشرعية وغيرها أيضا من الهجرات تحمل معها قيم وثقافات ومعتقدات وأديان ومذاهب وأنماط سلوك مختلفة في المجتمع الأمريكي. ما يجمع المجتمع الأمريكي هو نمط الحياة الأمريكي وفكرة التنافس حول المصالح. بالتالي موضوع الهجرة موضوع استخدمه إلى حد ما بقدر كبير من النجاح بايدن. أيضا استغل فكرة ما يطلق عليه الجاب، الجندر جاب أو الفجوة الجندرية القائمة على النوع الاجتماعي أو الفجوة الجنسية إذا جاز التعبير وساغ. ده حفز أيضا هل صوت الثقافة الذكورية؟ أيوة هنا بقى، هل حفز يعني حضرتك أوضح لي بس فكرة الثقافة الذكورية ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ إنه لا تزال هناك مجتمع، لا تزال هناك داخل المجتمع الأمريكي من يرون أن الأمور ليست مواتية لصعود سيدة إلى سدة البيت الأبيض، وهذا ما مورس أيضا سيدة سوداء. المسألة هنا طبعا لا زالت بعض الظلال القديمة وفوائدها موجودة لدى المواطن الأمريكي الأبيض، لا تزال بعضها، لكن لا نستطيع أن نعمم لأنه طبعا حصلت تغيرات كبيرة في هذا الصدد. لكن أيضا ما هو جاء إلى الحكم باراك أوباما وهو من أصول، لكنه كان رجل أفريقية. هنا هي جامعة الأمرين، فبالتالي أيضا هي جزء من بعض الآثار السلبية على حياة المواطنين الأمريكيين في إدارة بايدن. لا شك أنها حملت معها في الحملة الانتخابية في وعي الناخبين بعض هذه الآثار السلبية. هل صوت العرب لبايدن أم لترامب؟ من ذوي حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نصدر تقييما لهذا إلا بعد أن تظهر النسب مشاركة العرب، وهل بالفعل وفق استطلاعات الرأي العام التي تجريها الشركات المتخصصة في هذا الصدد مع بعض مراكز البحث، هل فعلا صوتوا لتصويتا عقابيا هذه مسألة تجاه مهمة. الجمهوري تجاه الديمقراطيين، كيف يكون وصوته تصويتا عقابيا؟ تصويتا عقابيا لسياسة ترامب تجاه المنطقة، سياسة ترامب تحديدا تجاه الحرب الإبادة على قطاع غزة. سياسة ترامب أم سياسة بايدن؟ سياسة بايدن هي جزء من هذه السياسة، جزء من تركيبة الحكم الإدارة في المرحلة اللي حكم فيها الديمقراطيين. لكن هل يتوقعون أن يكون ترامب أفضل من أحيانا بايدن؟ التصويت العقابي يكون بناء على بعض التصريحات التي يقولها الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، لكن في ذات الوقت بعض التصويت العقابي لا يكون قائما على دراسة متأنية لبرامج ولتركيبة الشخصية للمرشح الجمهوري أو لأي مرشح آخر ينتمي. فجزء من التصويت العقابي راح لممثلة الخضر مثلا على سبيل المثال، بعض التصويت العقابي ذهب إلى بايدن لأنه جلس مع بعض الأسر اللبنانية ورجال الأعمال، جلس مع ترامب وبعض المجموعات الإسلامية. ترامب طبعا جلس مع مجموعات إسلامية، جلس مع بعضهم، وأحدهم قال في إحدى البرامج التلفازية بأنه تم اتصال به من الحملة، حملة ترامب، وطالبوا أنه لازم أن يأتي ترامب، فجاء ترامب. المعارك الانتخابية ما فيهاش نوع من الاستعلاءات الزائفة، أنت في لعبة انتخابية تقوم على قواعد تنافسية
وعلى مصادر القوة لدى كل طرف تجاه الطرف الآخر والحزب الذي وراءه، والأهم اللجنة أو المجموعة التي تدير حملته الانتخابية، ومدى قدراتها ومدى خيالها السياسي ومدى دراستها لكل ولاية من الولايات، تركيب الولاية العرقي والديني والمذهبي والثقافي، ومن أصول أفريقية أم من أصول لاتينية أم من أصول إسلامية إلى آخره، أم من أصول من البيض، وأيضا تركيب ذلك من حيث أيضا مستويات الاجتماعية والاقتصادية لكل ولاية، ومن هم الهامشيين، من هم لا يجدون عملا وفي البطالة إلى آخره. أنت تدرس مجمل ما يمكن أن نطلق عليه خصوصيات كل ولاية من الولايات على كافة الصعب، لكي تستطيع أن تصوغ سياسة انتخابية للولاية غير السياسة العامة اللي بتخطط على مجمل الولايات. الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل كثير من البلدان في شمال أمريكا، كندا على سبيل المثال، وأمريكا اللاتينية الغائبة عنا، وأوروبا أيضا الذين انفصلنا عن دراستها ولا توجد مراكز بحث متخصصة في مثل هذه الأمور إلا فيما يجري من بعض الوقائع السياسية التي يتم التعليق عليها في الصحف أو شكل جزء بعض التقرير. هل يكفي؟ نعم، نحن لا نعرف أفريقيا، نحن لا نعرف العالم العربي، لكن أظن نحن لا نعرف آسيا النهضة في حالة من العماء. اسمح لي، نتيجة غياب مراكز البحث العلمي المتخصص. متى حدث هذا؟ وكانت هناك نهضة كبرى في ما قبل حتى ثورة 52 عندما ذهبت مصر للمطالبة بعضوية عصبة الأمم، صوت لها بالإجماع، كان هناك حضور قوي لمصر وكانت هناك قراءة قوية من مصر للعالم. هذا يعود لعديد من الاعتبارات، أن النخب المصرية التي تشكلت في نهاية القرن 19 وأوائل القرن 20 تلقت تعليما متميزا سواء في المدارس المصرية أو بعد إنشاء الجامعة المصرية في الجامعة المصرية، وكان ثمة بعض من أفضل الأساتذة في فرنسا كانوا يدرسون على سبيل المثال في كلية الحقوق أو في كلية الأداب للمصريين. للمصريين نعم. أيضا كان هناك إجادة للغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية. أيضا كان لديك مجتمع كوزموبوليتاني في العواصم الأساسية، في القاهرة عواصم المدن، في الأسكندرية، في المنصورة، حتى في بعض قرص مناطق الصعيد، الصعيد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان في أيضا جماعات، بعض جماعات التبشيرية على الخلاف معها، لكن على الأقل كانت هناك مدارس على متميزة. التبشيرية متميزة. مثلا انت في الجامعة الامريكية ببيروت منذ انشائها في اوائل القرن العشرين، ديت جامعة انجلية بروتستانتية هي التي اقامتها. شوف هذه الجامعة خرجت كثيرين من كبار المفكرين والخبراء في لبنان وفي المنطقة العربية، وكان يذهب بعض من الخليجيين وبعض من السوريين إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. ولدينا الآن في القاهرة المدارس بالقطع. لا، القاهرة بص، القاهرة إحنا تاريخنا طويل، والدولة المصرية دولة من أقدم الدول في العالم، ليست الدولة الحديثة وإنما أشكال الدولة. نحن والصين ثم اليابان والهند، لكن وجود الدولة المركزية خلق أشكال من التوحد الداخلي في مصر. ده جعل هناك على الأقل في الحد الأدنى وحدة في المكون الثقافي المصري والقيمي، مع بعض التنوع كان يتاج للتنوع في التركيبة الاجتماعية، لكن هذا العقل. المكون سمح للتنوع بأن يفيد لا يضر طبعا، يعني لا يؤدي للتشتت. لا، ما هو انت مع الدولة الحديثة يعني ترسخت المركزية
المصرية مركزية بناء الدولة وأجهزتها في مصر، لكن في ذات الوقت الدولة الحديثة استصحبت معها استعارات لهندسات قانونية وهندسات تعليمية من المرجع الأوروبي، قانون فرنسي، القانون اللي تم الأول. لا، كان في تعدد نتيجة المحاكم القنصلية، وده موضوع يغيب عن كثيرين حتى بما فيهم بعض أو غالب رجال القانون في مصر، إلا قلة. القوانين القنصلية دي كانت عاملة طبعا تنازع بين ما يطبق في مصر وما يطبق في النزاعات أمام المحاكم القنصلية، وخاصة بين المتمصرين أو ذوي الجنسيات الأجنبية أمام هذه المحاكم. لما يدخل مصري طرف هذه الصراعات تبقى في مشكلة، لكن لما تم عمل المحاكم الوطنية المصرية الذي حدث أنه كان في طلياني، محامي طلياني متمصر سكندري، ها، قام في الحقيقة بوضع القوانين دي اللي هي أساس القوانين التاريخية في مصر، من القانون البلجيكي الإيطالي الفرنسي، تركيبة تركيبة عملها يعني محاكم إيطالي سكندري، أصول قانون إيطالية إنجليزية، لا مش إنجليزية، إيطالية فرنسية قبل فرنسية بلجيكية كمان بلجيك، رغم ان الاحتلال كان في مصر احتلال انجليزي، ده موضوع تاني. لما حصل بقى الاتفاقية 37 اتفاقية مونتريه تم توحيد النظام القانوني المصري خلاص. ده كان سنة 37 بعد استقلال مصر الشكلي سنة 36 بعد اتفاقية 36. ايه اهمية ده كتفصيلة؟ اهمية ده الاتي: وحدة في النظام القانوني، اتنين المكون الديني جزء من نظام الأحوال الشخصية، جواز الطلاق، حقوق الأولاد، مترتبات الميراث إلى آخره من الشرائع الإسلامية أو من الشرائع المسيحية المصرية على اختلاف المذاهب الموجودة في وسط المصريين الأقباط، وأيضا اليهود المصريين أو المتمصرين اللي كانوا موجودين في مصر، اللي اليهود السفارديين واليهود الربانيين. فكان ده بنرجع الى شرائعهم في التطبيق امام المحاكم. ده معناه ايه؟ معناه انه تم تخليق ثقافة قانونية شبه حداثية مرتبطة بالواقع الموضوعي في مصر، الواقع الاجتماعي، واقع التعدد الديني، واقع التعدد المذهبي، واقع القيم المصرية. فكان هذا من سبب ده جزء، ده الثقافة بقى. هو صحيح ثقافة قانونية لكن تؤثر تأثيرا نوعيا في هندسات الحياة الاجتماعية في المجتمع المصري، وأثرت ونحن نعيش على بعض بقاياها. بقايا هذا العمل لماذا؟ لأنه في هذه الفترة كانت الجسور الفكرية بيننا وبين المراكز إنتاج المعرفة القانونية وغير القانونية في وفي كليات الأداب وغيرها من الكليات، مرتبط بالتطورات الموجودة في المجتمع، المجتمعات الأكثر تقدما آنذاك في أوروبا. فمثلا على سبيل المثال البعثات لعبت دور مهم جدا من أيام إسماعيل باشا طهطاوي ومقبل علي مبارك وكل المجموعة دي. دي كانت الايه المجموعه الاولانيه، لانه المجموعات اللي راحت البوليتكنيك فين في فرنسا، راحوا يدرسوا هندسه ويدرسوا زراعه والامور التقنيه. لكن عندما بدا عصر اسماعيل باشا بدات دفعات جديده، واستمر ذلك الى ما قبل 52. على فكره جمال عبد الناصر بعض من الانجازات الكبرى التي قام بها، ولست مصريا بالطبع، مع تحفظنا على قمع الحريات العامة في هذه المرحلة وقمع المبادرات الفردية، لكنه اعتمد على فوائد المرحلة شبه الليبرالية وعلى النخب التي تشكلت آنذاك وعلى الإرث البيروقراطي للدولة الحديثة والثقافة البيروقراطية المصرية اللي هي بقت تتآكل مع الزمن، مع
شخصيات متخرجة من الجامعات ما تعلمتش حاجة أو تعلمت حاجة يعني كده، تعلموا اكتبوا أسمائهم، خريج المدارس الفنية والمدارس الثانوية اللي برضو كان تعليمهم على قدهم، وخاصة بعد مرحلة الرئيس الأسبق أنور السادات بدأ التدهور، لأنه حاول أن يعتمد على نخب في الثقافة وفي السياسة، النخب الأضعف في عصر الأكثر موافقة له عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان يعلم حتى الذين قبض عليهم وأودعهم المعتقلات كان يعرف قدرهم. وعندما على سبيل المثال، وقد سمعت ذلك من أستاذنا وصديقنا العزيز الدكتور إسماعيل صبري عبد الله ذات مرة في منزل أستاذنا لطفي الخولي العزيز الغالي، وعلى فكرة جنبكو هنا في جنب ورا حزب الوفد، فكانت قاعدة مجموعة الأستاذ أبو سيف يوسف وهو وعدد من الشخصيات، حكى حكاية سمعتها منه الأول مرة، أنه عبد الناصر بعت له الخطة الخمسية الأولى في المعتقل وهو معتقل باعتباره اقتصادي بارز وباعتباره مثقف مصري وعربي وعالمي كبير. هذه حكاية فجابوا المأمور السجن فقال أنا تصورت أن ثمة مشكلة قام بها أحد زملائنا، قام بشغب ما، قام بخرق قاعدة من قواعد الاعتقال، ما الاعتقال برضو لو قواعد يعني كارثة في البلاد دي، معلش. فالمهم راح قال له لا انت جاي لك، وجاب له فنجال قهوة وبتاع مغلق كده وعليه البتاع زمان كان الشمع الأحمر ده معناها حاجة سرية، وقال له في مكان هتقعد فيه وفي أباجورة واللي انت عايزه قهوة شاي هجي لك. قال له ده ايه؟ قال له معرفش. دخل جوه لقى الخطة الخمسية الأولى، قرأها وكتب ملاحظاته عليها، ثم أراد أن يقدمها لمأمور السجن، قال له لابد أنت الذي تقوم بإيه؟ بتقدمها بوضع الشمع الأحمر عليها لتذهب إلى الجهة بعد بتاع ده، وقال له لا ده في ناس هيجوا هم اللي ياخدوها، جاء الناس ليأخذوه هو ليذهب إلى منزله في الصباح، عربيات قدامه عربيات ورا حراسة خشية طبعا هروبه وهو هيهرب منين يعني. فراح عمل أكل، غير هدومه، حلق دقنه، لبس البدلة والكرافطة وخدته العربية، قال لك أنا رايح أكيد معهد التخطيط. وبعدين مشي قدام معهد التخطيط، جنبها وزارة التخطيط، قبلها وزارة التخطيط القومي ساعتها يعني، فمشيت من قدامها معهد التخطيط، راح فين؟ قال تسألت إلى أين؟ فلقى نفسه في القصر الجمهوري، ثم دخل على سكرتير الرئيس الذي سامي شرف، الأستاذ سامي شرف، وبعدين قد دخل إلى رئيس الجمهورية وأخذ رأيه في الموضوع وقال له يعني أنت تمام موافقين، وسأله هل أستاذ سيف أو الدكتور فؤاد مرسي موافقين على الكلام ده؟ قال له نعم. الغريب ان قال له الاسماء الكودية السرية بتاع الاسمين، اسمه الاستاذ ابو سيف يوسف واسم استاذنا الجليل ايضا دكتور فؤاد مرسي، واستاذنا طبعا الجليل ابو سيف يوسف يعني يعرف ميزانية الكفاءات في بلاده. اعادوا للمعتقل لا تستطيع ان تحكم وانت لا تعرف مصادر القوة العقلية والخبراتية لديك. فاز ترامب ويحمل معه شعبيته ودعمه للديكتاتوريات المنطقة، وسيطبع عرب النفط مع إسرائيل التي سيتمدد دورها في المنطقة، وسيدفعون ثمن حمايتهم وإعادة الإعمار في غزة ولبنان. نعم. هذه حالة حضرتك على الفيسبوك، واجعلني أسأل من خلالها. رأينا تخلي النظام الدولي عن أقنعته وفقدانه مصداقيته، هل سيؤثر وجود ترامب أكثر؟ ماذا سيفعل ترامب بالنظام الدولي؟ أنا أعتقد أن احنا هنظل في فترة
من السيولة والاضطراب النسبي، بعض من الاضطراب النسبي في العلاقات الدولية في فترة الأربع سنوات القادمة. طبعا هو في صراع مع الصين القوة الصاعدة عالميا، إلى حد ما طبعا تشوب العلاقات بين الصين وبين أمريكا المتحدة الأمريكية بعض من التوترات، هيرفع من نسب الرسوم على البضائع الصينية ها كما فعل. أيضا وأيضا الوضع مع النظام الإيراني. هنا اسمح لي، ماذا يمكن أن يحدث مع إيران؟ هل يتطور الأمر إلى حرب؟ كل الأمور بها احتمالات، وأي سيناريوهات تبنى على الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي من إيران واردة، سيناريوهات عدة، وكل سيناريو بيعتمد على مجموعة من المعلومات، بعضها قد يتعارض مع بعضها الآخر، لكن على الأقل ستجد إسرائيل سيفرض العديد من القيود ها المالية والاقتصادية على الاقتصاد الإيراني. طب وعلاقته بروسيا؟ سوف يميل إلى بعض من تخفيض التوتر، ليس على نحو ما قامت به إدارة بايدن من تأجيج الصراع من خلال دعمها من خلال دعم الإدارة الديمقراطية لبايدن لأوكرانيا. أوكرانيا، هل ستدفع أوكرانيا الثمن؟ ربما تمارس عليها ضغوط، لن يعطيها ترامب ما كان يعطيها من دعم ومن سلاح ومن أموال بايدن. اثنين، سوف يؤثر ذلك على أيضا الدول الأوروبية، حلف دول الناتو. بمعنى، هل يمكن أن تجمد أمريكا عضويتها في الحلف؟ إذا لم يدفعوا سوف يهددهم بذلك، وبعضهم قد دفع في المرحلة التي كان فيها رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يمارس مثل هذه الضغوط عليها، لأنه في أمر ما في تحليل أو إبداء بعض الملاحظات على رأس الرئيس الجديد. ها رجل صفقات، وده مرتبط باعتباره أساسا رجل أعمال. الصفقة مهمة في مركزية تفكير مش بايدن بس، أغلب رجال الأعمال في العالم. طبعا في رجال أعمال في دول متخلفة زي مصر مثلا، فجزء من التخلف يحملونه في أنماط التفكير مهما فعلوا، وهذا يظهر في السلوك الاستعراضي الفج والسوقي الذي يمارسه بعضهم على سبيل المثال. لكن بالنسبة لرسوخ ثقافة رجال الأعمال في المجتمعات الغربية ها أمر مختلف، لكن فكرة الصفقة الناجحة فكرة أساسية في رأس ترامب رغم شعبويته، وسوف يحاول استثارة ما يمكن أن نطلق عليه الحمية الأمريكية الكاوبوي. مش مسألة الكاوبوي، التفسير القديم اللي كان بيتقدم على الكاوبوي الأمريكي وبتاع زي أنه في السلوك السياسي والعسكري بيمارس على نحو ما كان يتم في السينما الأمريكية. لكن أعتقد أنه فكرة الصفقة فكرة أساسية مع بعض من الشعبوية في ممارسات السيد ترامب. شكرا. هل سينسحب ترامب من اتفاقية المناخ، وكيف سيتعامل مع مشكلات الطبيعة التي كان سببا في ظهورها؟ برضو اللي هيتحكم في موقف بايدن وإدارته في هذا المجال ملف المناخ، لأنه أصبح ملف بالغ الخطورة. الخلل اللي موجود في التوازنات البيئية على المستوى العالمي ده يمثل خطر داهم
على الوجود الإنساني نفسه، وظهر ذلك عندما ظهر فيروس كوفيد 19 أو كورونا المتحور. ساعتها كتبت بعض الصحف البريطانية عن مئات الألاف من الفيروسات غير المكتشفة حتى هذه اللحظة. ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن ثمة خلل حقيقي موجود، والخلل ده مش في الفيروسات اللي هي خطيرة على الحياة الإنسانية، إنما أيضا وأيضا على تعامل الإنسان، التعامل الإنساني، والأخطر على المناطق كانت حارة بيحصل فيها تغيرات، تغيرات مناخية إلى آخره. بالقطع ده بشكل تهديد حقيقي وجد للمجتمعات الإنسانية كافة على اختلاف تنوعاتها. عقلية رجل الأعمال، رجل الأعمال ومنطق الصفقات هتتحكم نسبيا في ذلك. قد يقلل من نسب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيض الاحتباسات الحرارية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. قد يؤدي في بعض الأحيان أمور متعددة، يعني أنت أمامنا خيارات متعددة، قد يلجأ إلى الخروج للضغط أو التهديد بالخروج للضغط على بعض البلدان وخاصة الصين. هنا بقى يعني لماذا يعادي ترامب الصين بهذه الفجاجة؟ الصين عالم مختلف وعالم صاعد بقوة، وخاصة بعد الثورة الصينية والتحولات الكبيرة اللي حصلت منذ وصول تينج سياو بينج إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني. هذا الرجل، ودي نقطة مهمة، هذا الرجل وجد أن سنغافورة أيام رئيس وزرائها لي كوان يو في حالة صعود، طبعا لاعتبارات دولية متعددة ولطبيعة تركيبة المجتمع السنغافوري بعد الاستقلال، فوجه بضرورة دراسة الحالة السنغافورية، وقام بإدخال بعض التعديلات في تركيبة الاقتصاد الصيني، على سبيل المثال فتح المجال لاستثمارات من رجال الأعمال الصينيين وغيرهم في شنغهاي، وبدأت القفزة من شنغهاي. أيضا استثار قيمة العمل في ثقافة الصينية والثقافة الأسيوية، وهذا ما قام به لي كوان يو بالذات من خلال التعليم. ما الخطر هنا، ما الخطر هنا على ترامب من نهضة الصين؟ الصين في حالة تمدد في العالم. سوف أضرب لك مثلا قد يبدو ذو طابع ثقافوي، على سبيل المثال خبراء وأساتذة اللغات يرون أنه 2050 ل2100 للقرن القادم ستسود اللغة الصينية العالم، واللغة الصينية ليست لغة فقط إنما ثقافة، محمولاتها الثقافية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك القفزات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية التي تقفز بها الصين من لي كوان يو إلى الآن وإلى ما بعد الآن. ذلك يعني الصين تشكل خطرا على النموذج الأمريكي. الصين أيضا لا تتدخل في السياسات الدول التي تتعامل معها ولا اختياراتها، لكنها تتمدد تمددا ناعما من خلال دعم بعض مشروعات التنمية في مجتمعات في أفريقيا وأيضا في بلدان أخرى على سبيل المثال. الصين قوة اقتصادية كبيرة، معدلات النمو صعدت إلى 12-13% في بعض
السنوات، صحيح أنها تراجعت لكنها أيضا معدلات النمو فيها معدلات مرتفعة مرتفعة نسبيا، ليس كما كان، لكن على الأقل أنت في أمام حالة صينية في العالم. يعني كلنا في الهم شرق، لنعود إلى ترامب وغزة وفلسطين. في فترة ولايته المنصرمة اعترف بالقدس عاصمة أبدال إسرائيل، تحدث عن صفقة القرن. ماذا يمكن أن يحدث للأخوة في غزة وفلسطين على يد ترامب؟ العلاقة الوثيقة ما بين السيد ترامب وبين إسرائيل علاقة وثيقة العرى، وكما قلت أنه عندما في ولايته الأولى قبل أن يخسر الثانية أمام بايدن نقل اعترف بالقدس الشرقية والقدس كلها كعاصمة للدولة الإسرائيلية. ذلك أمر مخالف لأحكام القانون الدولي العام. لماذا؟ لأن إسرائيل احتلت القدس ضمن الأراضي التي تم احتلالها بعد عدوان 5 مليون و67. القرار 242 الصادر من الأمم المتحدة والقرارات المتصلة به فيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي بما فيه الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بوضوح هذه أراضي محتلة وعلى إسرائيل أن تتركها بما فيها القدس الشرقية. ماذا سيفعل أكثر؟ وبالتالي هذا يقف عائقا ضد حل الدولتين، خاصة أن ترامب مع تصفية المقاومة الفلسطينية. بقطع النظر كنت معها أيديولوجيا أو لم تكن، لكنها مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي العام، لأن هذه أراض محتلة ومن حق أبناء الشعب المحتل أن يقاوموا الاحتلال. 2، الممارسات التي والسياسات التي تقوم بها الدولة الإسرائيلية، وخاصة في ظل هذا اليمين المتطرف واليمين الديني المتطرف غير الليكود، تحركه مجموعة من المزاعم التوراتية الأسطورية حول حق إسرائيل في وتمددها من النيل إلى الفرات أي مكان هذه الحدود التي يريدونها. لكن يريد ترامب هذا أمر يريد تصفية المقاومة الفلسطينية. وفي كتاب أخير لبوب إدوارد زور الحرب يذكر بعض ما تنام إليه من آراء لبعض القادة العرب مع تصفية المقاومة الإسلامية باعتبارها مقاومة إسلامية. نحن هنا لسنا أمام صراع أيديولوجي فقط مع أيديولوجيا حماس اللي هي أساسها الإخوان المسلمين ثم تطورت بعد ذلك. حماس مع دولة أصبحت الآن مع دولة على الأراضي المحتلة بعد يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. المشكل أنت هنا أمام عقبة رئيسة، وهذه العقبة الرئيسة هي التصورات السائدة لدى بعض النخب العربية الحاكمة. سنناقش هذا بعد هذا السؤال تحديدا. أنا عايز بس أكمل أتفضل. فهو ليس ضد تغيرات جيوسياسية في خريطة إسرائيل وتمددها، ليس فقط تصفية المقاومة الفلسطينية ومع تصفية حزب الله. بقطع النظر عن موقفك من حزب الله أو عن موقفك منه، هذا موضوع آخر، لأن هناك أراضي محتلة من خريطة لبنان.
نعم حزب الله له ممارسات عليها انتقادات كثيرة فيما يتعلق بإدارة النظام اللبناني الطائفي، ها التغيرات التي حدثت في لبنان، إلا ها أن ذلك شأن لبنانيين داخلي وتم اعتداء على السيادة اللبنانية. فالمقاومة الفلسطينية أمر آخر تماما بقطع النظر إذا كنت مع أيديولوجيا حماس أو ضد أيديولوجيا حماس، مع حماس كسلطة حكم أو ضدها، أنا ضدها كسلطة حكم في قطاع غزة لبعض الممارسات والسياسات، وقد قلت لذلك قبل من قبل في لدينا في مركز دراسات لوزير الداخلية رحمه الله الذي تم اغتياله في فترة بعد انتخابات الحرة التي قامت ونجحت فيها حماس ها وشكلت الحكومة. إذن الاحتلال احتلال غير مشروع وفق أحكام القانون الدولي العام، وفق قرار مجلس الأمن 242 والقرارات اللاحقة، وفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في الفترة الأخيرة. نأتي إلى كيف ستتعامل دول البترودولار دول النفطية مع المرجح المرجح أنه سوف يتم توسيع اتفاقات إبراهام، تطبيع دفع أموال في مقابل تسليح في مقابل الحماية الأمريكية لدول الخليج النفطية كلها في مواجهة إيران. وغالبية هذه الدول ربما حتى لا نصدر أحكاما حاسمة تطبع مع إسرائيل كمدخل للعلاقات الوثيقة مع بايدن آسف ترامب. مع ترامب ومع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لأنه بعض الحكام العرب في هذه الدول خرج على نسق نظام الخلافة السياسية داخل هذه البلدان، ومن ثم حاجة إلى حماية، وجودهم في سدة السلطة أمر لابد من أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.